تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من الموريتانية والتي ستتابعون فيها. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يبدأ زيارة عمل وتضامن لدول غينيا ليبيريا وسيراليون التي تتعرض لخطر مرض حمى الإيبولا. الوزير الأول يقدم أمام الجمعية الوطنية السياسة العامة للحكومة للفترة ما بين 2015-2019. المتسابقون في النسخة الخامسة من سباق رالي أفريقيا يدخلون الأراضي الموريتانية ويشيدون بجو الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا. أهلا بكم. أجرى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ول عبد العزيز مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس المالي السيد إبراهيم بوبكر كايتا، وخلال الاتصال تناول الرئيسان الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل. هذا وقد وصل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي مساء اليوم إلى مونورفيا عاصمة ليبيريا في زيارة عمل وتضامن مع هذا البلد الشقيق إثر تعرضه لوباء الإيبولا، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة خلال نشرتنا القادمة بحول الله. وكان رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ول عبد العزيز قد أشرف اليوم في كوناكري رفقة نظيره الغيني البروفيسور ألفا كوندي على توقيع اتفاقية تقدم بموجبها بلادنا دعما ماليا لجمهورية غينيا الشقيقة لمواجهة وباء الإيبولا الفتاك. وأكد رئيس الجمهورية في تصريح صحفي تضامن موريتانيا حكومة وشعبا وكذا الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي مع حكومة وشعب غينيا الشقيقة في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ هذا البلد. وأشاد رئيس الجمهورية بقوة وشجاعة الشعب الغيني وبقدرته على تجاوز هذه الأزمة العابرة. من جانبه أشاد الرئيس الغيني البروفيسور ألفا كوندي بهذه الزيارة التضامنية التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، معبرا عن ارتياحه لدعم موريتانيا لبلاده في هذه المرحلة من تاريخها. وأشار كوندي إلى أن موريتانيا وغينيا ترتبطان بعلاقات أخوية متينة، مذكرا بأن رجال أعمال موريتانيين يستثمرون في عدة قطاعات حيوية في غينيا، كما أكد أن البلدين يعملان حاليا على إلغاء تأشيرة بينهما دعما للتعاون المشترك والعلاقات الثنائية. هذا وقد أجرى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ول عبد العزيز اليوم في كوناكري مباحثات مع أخيه وصديقه البروفيسور ألفا كوندي. تناول اللقاء مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين ووضعية مرض الإيبولا في هذا البلد الإفريقي. وصل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم إلى كوناكري في إطار زيارة عمل وتضامن لجمهورية غينيا، واستقبل رئيس الجمهورية في المطار من قبل أخيه وصديقه السيد ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا محاطا بعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين في الدولة. وبعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين، استعرض رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي تشكيلات عسكرية من جمهورية غينيا كوناكري جاءت لتأدية تحية الشرف قبل أن يصافح كبار مستقبليه في الحكومة الغينية.
وبدوره صافح الرئيس الغيني البروفيسور ألفا كوندي أعضاء الوفد المرافقي لرئيس الجمهورية. كما كانت الجالية الموريتانية في هذا البلد الشقيق حاضرة لاستقبال رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي، وحرص افرادها على تخصيص استقبال حار لسيد الرئيس شاركت فيه فرق محلية من غينيا. وكان رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي السيد محمد ول عبد العزيز قد غادر مدينة أطار صباح اليوم متوجها إلى كوناكري في زيارة عمل وتضامن لجمهورية غينيا. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم على الخصوص السادة سيدي ول التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد ول حدامين ول جلفون، وزير الصحة أحمد ول باهية، مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد الباه الملقب حميدة، مستشار برئاسة الجمهورية محمد إسحاق، سعد سيد الأمين مستشار برئاسة الجمهورية، سيدنا سخنة مستشار برئاسة الجمهورية، زيدان والحميدة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد مدير عام تشريفات الدولة. ونصل الآن مشاهدينا الكرام إلى نافذتنا اليومية المباشرة التي نواكب من خلالها فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة التي أعطى رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز إشارة انطلاقتها أمس في مدينة شنقيط التاريخية. ويصحبكم في تقديم فقرات هذه النافذة من هناك سعيد والحبيب، لكن بعد هذا الفاصل. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الموريتانية، تحية لكم من شنقيط وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النافذة الإخبارية عن مهرجان المدن القديمة. وقد أمضى سكان شنقيط وضيوفها ليلة البارحة أولى سهرات المهرجان المنظم بمناسبة النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز وسط مشاركة واسعة من الفرق الفنية والأدبية والفلكلورية، وذلك ضمن موزايك منوع تفاعل معه الجمهور وشكل بداية فعلية لأماس المهرجان. المعارض المقامة على هامش المهرجان كانت محطة من المحطات التي طلع من خلالها رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز على واقع الإنتاج المحلي في هذه المدينة، ممثلا في مقتنيات ومصنوعات مزجت بين الفكرة والتجسيد حتى أصبحت منتجا ذا قيمة تنافسية.
المختار ولي التميمي يرصد لنا في هذا التقرير أبرز المحطات التي مر بها رئيس الجمهورية خلال جولته في المعارض. إشارة البدء لانطلاق النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة بشنقيط، بدأ رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز بزيارة العروض المكتبية والثقافية. قدمت خلالها شروح للعروض التشكيلية التي حملت لوحاتها رسائل الوحدة الوطنية ورسمت الواقع بريشة فنانين موريتانيين. أجنحة مختلفة ضمها العرض المنوع بمحتواه الزاخر بالتراث الديني والمخطوطات التاريخية النادرة من مختلف مناطق الوطن. جولة في الإشعاع الإسلامي لأرض المنارة والرباط، حرص رئيس الجمهورية خلالها على التأكيد على دعمه وتثمينه لهذا الموروث الهام. عروض أخرى تشكل جزءا أساسيا من لوحات المهرجان عروض المنتوجات التقليدية والصناعية والسياحية، عروض تنوعت بتنوع منتوجاتها. قدم أصحابها شروحا وافية لرئيس الجمهورية مؤكدين امتنانهم للرعاية والاهتمام التي جسدها هذا المهرجان. هذه العروض ختمها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بزيارة معرض الحرس الوطني المشارك للمرة الأولى في مهرجانات المدن القديمة. هذا المعرض الذي ضم مجسمات وشروح لدور الحرس الوطني. وخلال زيارته المسائية لمعالم مدينة شنقيط، توقف رئيس الجمهورية عند مسجد شنقيط وزار منشآت خدمية أخرى في المدينة. تفاصيل في هذا الموضوع مع شيخنا الأحمد. ضمن الفعاليات المواكبة لمهرجان المدن القديمة بشنقيط، زار رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز المسجد العتيق بالمدينة الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة صمدت لقرون رغم الظروف المناخية الصعبة. داخل المسجد أدى رئيس الجمهورية ركعتي التحية للمسجد قبل أن يستمع ضمن الحضور إلى محاضرة بعنوان المدن القديمة والوحدة الوطنية، ألقاها فضيلة الشيخ محمد مختار اللمبالة رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. فضيلة الشيخ أشار إلى أن المدن القديمة ساهمت منذ تأسيسها في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، حيث تعايشت في كنفها مختلف المجتمعات دون تمييز في العرق أو اللون. بعد المحاضرة أدى الجمع صلاة العصر في المسجد العتيق ليتوجه رئيس الجمهورية إلى مشتلة شنقيط للاطلاع على الجهود المبذولة لمكافحة الرمال التي تهدد المدينة، كما قام بجولة في أجنحة المركز الصحي بشنقيط الذي هو ثمرة للتعاون الموريتاني الإسباني ويقدم خدمات صحية للمواطنين. رئيس الجمهورية أشرف بعد ذلك على انطلاق مسابقات الرماية التقليدية وسباق الإبل. المختار بابا يطلعنا على تفاصيل ما جرى. وسط أجواء احتفالية واستقبال يليق نظمه منتسبو الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية وجماهير هذه الرياضة والهواة، أعطى رئيس الجمهورية إشارة الانطلاقة الرسمية للمنافسات على كأس رئيس الجمهورية للرماية التقليدية. وفي الحفل المنظم بالمناسبة كان اهتمام رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز بهذه الرياضة التقليدية موضع شكر وتثمين من طرف رئيس الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية. نحن في الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية نثمن عاليا الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في الحفاظ على تراث البلد، كما نشكر وزارتي الثقافة والدفاع على الدعم الذي تقدمانه للاتحاد. وفيما يخص مساهمة الاتحاد على المستوى الوطني فقد أصبح يلعب دورا مهما في مجال تنمية المناطق التي تشملها التظاهرات. سيد الرئيس، إن مكتب اتحادنا الذي مر على انتخابه أقل من السنة عمل على اعتماد الشفافية في تعامله مع جميع المنتسبين، كما قام بتخفيض الرسوم الانتساب والمشاركة في المباريات التي ينظمها الاتحاد، كما قمنا بتجهيز مقر للاتحاد نعمل فيه بصفة دائمة. ولأن الحدث يتزامن مع اكتمال الدورة الأولى من مهرجان المدن القديمة في نسخه الأربع الماضية،
قدمت الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية كأسا تذكارية لرئيس الجمهورية تكريما له على دعمه المتواصل لهذا الجزء من التراث المحلي. وفي الحفل أيضا تم تكريم الرئيس الشرفي للاتحادية من طرف رئيس الجمهورية، كما شجعت الاتحادية أقدم شخص من الرماة البارزين في هذه الرياضة التقليدية. وفي بطحاء المدينة أشرف رئيس الجمهورية أيضا على انطلاق السباق المخصص للجمال ضمن المسابقات والألعاب التقليدية المبرمجة على هامش النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة. خطاب رئيس الجمهورية أمس أمام سكان وزوار مدينة شنقيط في افتتاح فعاليات مهرجان المدن القديمة حمل مضامين الوحدة والحوار وصيانة التراث، ورقة في الموضوع مع إسلمو الحضرمي. في خطابه بمناسبة انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة المنظم هذه السنة في مدينة شنقيط التاريخية، أكد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز أن هذه المناسبة يجب استثمارها لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية لحمة مجتمعنا من خلال سياسة وطنية متكاملة. إن الإسلام ديننا الحنيف ومصدر تشريعنا وأس لحمة مجتمعنا ووحدتنا الوطنية التي نسهر جميعا مجتمعا ودولة على تعزيزها وتقويتها من خلال سياسية وطنية متكاملة قوامها حماية الحريات الفردية والجماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدل والمساواة بين المواطنين ومحاربة الفقر في المدن والأرياف وإعطاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة والعمل على تنمية المناطق التي كانت مهمشة. إن تمسكنا شعبا وحكومة بهذه القيم النبيلة راسخ فهي مما يحثنا عليه ديننا الحنيف، ولن تذننا عن التشبث بها أعمال ذلة من المتطرفين ومروجي الكراهية وتطبيقنا لها ناتج عن فهمنا الصحيح لتعاليم ديننا الحنيف بعيدا عن إملاءات أطراف خارجية ظلت صامتة طوال عقود عرف فيها بلدنا خروقات متنوعة لحقوق الإنسان. وأضاف رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز أن مهرجان المدن القديمة مشروع ثقافي تنموي يهدف إلى إخراج هذه المدن التاريخية من عزلتها لتستعيد مكانتها الحضارية والتاريخية. وأبدى رئيس الجمهورية استعداده في هذا الإطار للانفتاح الدائم على حوار جاد مع كافة مكونات الطيف السياسي الوطني اقتناعا منه بأهمية مشاركة الجميع في عملية بناء الوطن. ودعا رئيس الجمهورية كافة الفاعلين في مدننا القديمة إلى العمل على إعادة هذه المدن إلى مكانتها التاريخية والعلمية الرائدة لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية. تثمين لفكرة هذه المهرجانات مواسم إحياء التراث وانتعاش الحركات التجارية محاور ضمن أخرى ركزت عليها وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية السيدة فاطمة فارف التصوينة في خطاب أيضا فيها مع مضامين خطاب السيد محمد العمارة، وأجملتها لنا لا فاطمة بنت البشير. في رحاب شنقيط حط الجمع رحاله يقودهم التوق والبحث عن الذات لاكتشاف معالم المدينة. شنقيط بدت في اليوم الأول من مهرجانها شامخة كما قدر لها أن تكون، غير آبهة للزمن وتحولاته، فما تزال كما هي أصيلة فريدة ومفعمة بالحياة. الزمان كأنما توقف أمام أبواب شنقيط تاركا لها المجال لتروي حكايتها مع المجد وأدوارها في بناء الوطن. لقد كانت اليد التي امتدت إلى المدن التاريخية بأريحية وسخاء هي يدكم الكريمة، فأنقلتموها مما هي فيه دون تردد، وها هي تستعيد أمجادها التاريخية ناظرة بعين الفخر إلى ماضيها وبعين الثقة إلى مستقبلها. لقد بذرتم في أرضها ثمرة العناية الفائقة
ورويتموها بالعمل الدؤوب وحصنتموها من الآفات المحدقة، فأصبحت زرعتها مباركة طيبة الثمار واستعادت عافيتها ورفعت رأسها عاليا بعد أن تسترت طويلا تحت رمال الزاحف استحياء من واقعها. جوانب الحياة الموريتانية أبرزتها شنقيط، فعمارتها ثقافتها وأصالتها تخاطب العالم خلال هذا المهرجان. لا قرابة أن تكون شنقيط نقطة انطلاق لهذه التظاهرة في أول نسخة لها، كما كانت عبر التاريخ نقطة انطلاق قوافل التجارية والعلمية التي جابت أصغار العلم ونشرت العلم والمعرفة في كل أرجاء القارة السمراء. إن شنقيط أم البلاد الموريتانية لتعتز بما أنجز لبلادنا بمجال مكافحة الفقر والمرض والجهل وشتى أنواع الفساد ومكاسب أخرى لا يتسع المقام لحصرها ولا تحيط بها كلمة وجيزة في هذا المقام. الحياة والعطاء وجهان لشنقيط، يحاول المهرجان إظهارهما خلال أيامه السبعة، وكما مرت أيام النسخة الأولى سراعا تاركة بصمات في نفوس زائريها، لشنقيط اليوم كلمة أخرى نترك للأيام تحديد كنهها وماهيتها. وبتقرير لالة فاطمة بنت البشير ننهي معكم نافذتنا الليلة من شنقيط. تابعوا معنا الليالي القادمة، النوافذ لم تغلق. إلى اللقاء. إذن مشاهدينا الكرام نواصل تقديم هذه النشرة من استديوهات الموريتانية هنا في نواكشوط، حيث قدم الوزير الأول السيد يحيى والحدمين مساء اليوم أمام الجمعية الوطنية السياسة العامة للحكومة للفترة ما بين 2015-2019. جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية تحت رئاسة السيد محمد والبيليل رئيس الجمعية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إنه لشرف لي عظيم أن أتوجه إلى جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم ومن خلالكم إلى الشعب الموريتاني الخطوط العريضة لسياسة الحكومة للسنوات الخمس المقبلة. وفي هذا الإطار يطيب لي في البداية أن أقدم لمحة موجزة عن السياق الذي تتنزل فيه هذه السياسة، حيث إنها تأتي في ظرف هام من تاريخ بلادنا يمتاز بانتهاء ماموريه رئاسيه وابتداء اخرى. فهي من جهه سياسه ترتكز على النتائج والدروس المستخلصه من ماموريه مصرمه غنيه بالانجازات التي اعادت تاسيس الدوله واحدثت تغييرات ايجابيه في جميع مناحيها من خلال اصلاحات عامه وجذرية في مختلف مجالات الحياة العمومية، كما مكنت بلادنا من تحقيق مكاسب جلية على مستوى تسيير الشؤون العامة الذي طبعته بصفة لا رشعة فيها مبادئ الشفافية والصرامة واحترام المال العام، وعلى مستوى الإصلاحات السياسية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي غيرت بعمق وجه البلاد، وهي مكاسب وطنية هامة ينبغي الحفاظ عليها وتوطيدها وتوطيرها. ومن جهة أخرى تجسد هذه السياسة منطلقا مأمورية جديدة اختار شعبنا لها وبأغلبية ساحقة مواصلة السير في درب التقدم الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. إن هذه الولاية التي بحق ولاية الآمال العريضة تشكل فرصة حقيقية لبلادنا، ستمكنها من استكمال البرامج التي تم الشروع فيها ومن إنجاز برامج أخرى تحقق لها المزيد من الانعتاق والتنمية والازدهار. وانسجاما مع هذا التوجه سيكرس العمل الحكومي خلال الخمسية المقبلة
مقاربة صارمة تحيط بجميع الجوانب المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة الأمة، غايتها إطراق ديناميكية تنموية شاملة ومنسجمة تعزز الجهود المبذولة لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسية لمواطنها وتحقق الرفاهية لشعبها. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، ستتمحور السياسة الحكومية خلال السنوات المقبلة حول ثلاثة محاور استراتيجية كبرى، هي توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، بناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع، تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. هذا وبإمكان السادة المشاهدين متابعة وقائع الجلسة الخاصة بتقديم الوزير الأول للسياسة العامة للحكومة مباشرة بعد هذه النشرة. وعلى مستوى الغرفة الثانية، قدم وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور زيد بيه والمحمد محمود، قدم نيابة عن الوزير الأول برنامج السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الشيوخ، وذلك في جلسة علنية ترأسها السيد محمد الحسن ولي الحاج رئيس المجلس. وتحدث الوزير عن محاور هذه السياسة التي تتناول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تؤكد استمرار الدولة في نهج التغيير البناء والحرص على مشاركة الجميع في عملية التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية سيد محمد ولي عبد العزيز. وكان المجلس أي مجلس الشيوخ قد عقد زوال اليوم جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروعي قانونين، أحدهما يتعلق بتمويل مشروع الركيز الزراعي، أما الثاني فيخص تمويل مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. مجمل نشاطات مجلس الشيوخ في التقرير التالي. تضمن جدول هذه الجلسة العلنية بمجلس الشيوخ المنعقدة تحت رئاسة نائب رئيس المجلس السيد بالحاج عبدول مناقشة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 1 دجنبر 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع الركيز الزراعي، فيما يسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقيات القرض والاستصناع واستصناع في إطار إعلان جدة الموقع بتاريخ 15 مايو 2014 في جدة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. وبعد قراءة الدكتور الشيخ والسيد الحنانة لتقريري لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط حول مشروعي القانونين، أحال نائب رئيس مجلس الشيوخ الكلام إلى وزير الزراعة السيد إبراهيم المبارك والمحمد المختار الذي قدم عرضا مفصلا عن طبيعة مشروعي القانونين وبين أهميتهما بالنسبة للبلاد، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج ومواجهة انعدام الأمن الغذائي ودمج الفئات من ذوي الدخل المحدود في الحياة النشطة. واستعرض السيد الوزير مكونتي مشروعي القانونين واللذين يبلغ تمويلهما ما يزيد على 15 مليار أوقية، ليفسح المجال أمام مداخلات السادة الشيوخ والتي تركزت في مجملها على تثمين السياسة التنموية والتسيير المحكم الذي ينتهجه قطاع الزراعة حسب المداخلات، وطالبوا بتسريع تنفيذ مشروع الركيز وضرورة التدخل في مناطق البلاد الأخرى التي تتوفر على مخزون مائي معتبر ومساحات صالحة للزراعة. وفي معرض رده على سؤال يتعلق بكيفية الإجراءات المتبعة لمواجهة نقص الأمطار، قال السيد الوزير إن هناك لجنة تعمل وفق خطة متكاملة متبعة لتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، وبدأت في بعض الولايات إلى جانب انتهاج سياسة شق الطرق وغير ذلك من الإجراءات الضرورية التي تضمن الحد من آثار نقص الأمطار على المساحات الزراعية. وفي نهاية الجلسة العلنية صادق السادة الشيوخ على مشروعي القانونين. ودائما في إطار نشاطات مجلس الشيوخ، عقدت لجنة المالية ورقابة الميزانية وحسابات الأمة اجتماعات متفرقة مع وزراء العدل السيد سيدي ولي الزين والأمانة العامة للحكومة السيدة هوا تانجا والمياه والصرف الصحي السيد محمد سالم البشير، وذلك لدراسة ميزانيات هذه القطاعات لسنة 2015، وكان الوزراء مصحوبين بكبار المسؤولين في قطاعاتهم الوزارية.
دخل المتسابقون في النسخة الخامسة من سباق رالي أفريقيا الأراضي الموريتانية من البوابة الشمالية الواقعة عند الكيلومتر 55 شمال العاصمة الاقتصادية نواليبو. وقد حط هذا السباق رحاله في مدينة الشام الجديدة ليبدأ سباقه داخل الأراضي الموريتانية يوم غد. عن أجواء ظروف دخول هذا السباق لبلادنا نتابع التقرير التالي. بهذا المعبر الحدودي الواقع شمال مدينة واديبو توقفت هذه الجموع المشاركة في النسخة الخامسة من رالي أفريقيا إيكورايس مستبشرة بدخول الأراضي الموريتانية بما لها من ذكريات رسمتها الطبيعة الساحرة وكرم الضيافة ونعمة السكينة والاستقرار في نفوس هؤلاء كلما وطأت أقدامهم هذه الأرض الطيبة. ويقدر عدد المشاركين في هذه النسخة بما يزيد على 366 يمثلون 29 جنسية ألفت المشاركة في هذا السباق منذ سنوات ومنها ما استهوته المشاركة من جديد في هذا الرالي الذي ستحتضنه بلادنا على مدى 5 أيام مرورا بالمسالك الوعرة التي تستقطب اهتمام المتسابقين وذلك في ولايات داخت واديبو من شيريا درار وترارزة. وقد عملت الدولة على تهيئة كل الظروف المواتية لراحة المشاركين في رالي إيكورايس من خلال تبسيط كل إجراءات الدخول ضمن مساعيها الرامية إلى استعادة البلاد لنشاطها السياحي. عبور اليوم يجري بصفة جيدة كيف تشاهدوا في خلفي، والله يروح الليلة إن شاء الله هو المنطقة للشامي عندهم فيه مخيم من ذيك النقطة له ينطلقوا شورين شيري، كذلك عندهم مخيم له ومنين شيري واعدين مخيم تيار تستار فازوغي لا يقضوا فيه. وهذه هي المرحلة الجديدة في هذه النسخة، هي مرحلة أزوغي اللي لا هي يعود عندهم مخيم في تيار تستار إن شاء الله، ولا ينطلقوا منه نهار من قد في سباق يمشي إلى نواحي قلب الريشات ويعودوا منه لأزوغي. من ذيك المرحلة لا هي يعودوا لمنطقة الشيري المخيم ثاني، هذا كامل طبعا يجري بالسباق على انه هو السباق ما هي رحلة مثلا استجمام، على انه سباق. ومن الشيري عندهم سباق الى طويلة، ومن عند الطويلة إن شاء الله له ينطلقوا يوم 10/1 عابرين على جهة السنغال، ونعتبروا على أنه هذه الحلقة اللي ذا هي تأكيد للجهود الجبارة اللي قامت بها موريتانيا هذه السنوات الأخيرة في مجال الأمن والاستقرار. ويزداد اهتمام المشاركين في هذا السباق بتوسيع دائرة محطاته داخل البلاد سنة بعد سنة بحكم تضاريسها الوعرة وجو الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما البلاد، وما كان محط إشادة وتقدير من قبل المتسابقين. نعود كل سنة وبكل ارتياح إلى موريتانيا حيث تشكل محطة هامة من هذا السباق. فعاليات هذه النسخة تضمنت 5 محطات في المغرب بينما تحتضن موريتانيا 7، وبذلك تشكل الجزء الأكبر من سباق رالي أفريقيا إيكورايس. لا غروس بارتي دو رالي سو ديرول ان موريتانيا. أنا اسمي إليزابيث من البرتغال، أقود حافلة كبيرة في هذا السباق. إن موريتانيا تتوفر على مناظر طبيعية نادرة من نوعها وتمثل بالنسبة لي أجمل ما قد رأيت، حيث تتوفر على الكثبان الرملية النادرة من نوعها والصخور السوداء. إنني أحب موريتانيا التي تمثل بالنسبة لنا تحديا كبيرا كسائقين بفعل التلال والهضاب والمسالك الوعرة، خصوصا أنني أقود حافلة كبيرة. اسمي جان بول من بلجيكا، للمرة 22 أزور موريتانيا ومعجب بجو الأمن والاستقرار وكرم الضيافة في هذا البلد وبصحاريه الكبرى الجميلة. إن موريتانيا ظلت تشكل حلقة كبرى في سباق الرالي، وهو بلد عرف شعبه بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومن هنا يجب أن يعرف العالم أننا مرتاحون بقدومنا إلى موريتانيا وليست لدينا أي مشكلة، وهو ما يستدعي منا مواصلة الذهاب والإياب من وإلى هذا البلد المضياف. للمرة الأولى أشارك في رالي أفريقيا، لم أعرف موريتانيا من قبل، لكن كل الانطباعات تفيد بجمالها وروعة صحاريها.
الفاعلون في المجال السياحي والمرشدون استبشروا خيرا باحتضان بلادنا لهذا السباق الذي يعد مؤشرا على تنامي الاهتمام الخارجي باكتشاف المقدرات السياحية الهائلة للبلاد. تدرني رمو خاض علينا شي من سواح ما يوفى فيها امستردام داكار فيها الكرالي ذا هو بدا 2015 وبالتالي رجع ياسر من الشباب ذا هو ما كان يتواجد اليوم بدات الناس ما شاء الله نشاط في ترانزيت بسرعه عامه من عند الباب ذا هو ما شاء الله. هذا السباق انه يعطي وجه احسن لموريتاني وهذو الناس اللي هما اللي يجوا يعطوا صوره عن البلد هما اللي يعرفوا بالبلد هما اللي يعطوا عنه صوره وهما اللي كلهم لا يقعد على الانترنت ويمشي ايميل حاله لدولته واهله اللي ما كانت تعرف موريتاني ولا تعرف اغرادها ولا بحارها ولا معالمها السياحيه. اذا هذا نحن حدث مهم بالنسبه لنا كمرشدين سياحيين. هذا الرالي اللي قالوا لافريكا رايس مهم للوطن، اولا يروج لسياحتنا يعطينا 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 ان بون ريبيتاسيون في الخارج ويستنفعوا منه ياسر من المواطنين بالاخص الطبقه الضعيفه التحتانيه وعلنا طالبين زياده في قالوا الاجراءات تسهيلات اكثر للسواح. من هذه البوابه دخلوا ومنها تبدا رحله شد الاحزمه تاهبا لسبع محطات حاسمه في هذا السباق بتضاريس بلادنا الجميلة حيث الرمال والهضاب والجبال الراسية التي ظلت على مر التاريخ تشكل عامل جذب واستقطاب لعشاق الراحة والاستجمام. نبات المداح لقناة الموريتانية من الحدود الشمالية للبلاد. قبل أن نختم هذه النشرة مشاهدينا الكرام أذكركم بأنه تمكنكم متابعة وقائع الجلسة الخاصة بتقديم الوزير الأول للسياسة العامة للحكومة مباشرة بعد هذه النشرة. إذن تذكير بأبرز العناوين هو ما نختم به هذه النشرة. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يبدأ زيارة عمل وتضامن لدول غينيا ليبيريا وسيراليون التي تتعرض لخطر مرض حمى الإيبولا. الوزير الأول يقدم أمام الجمعية الوطنية السياسة العامة للحكومة للفترة ما بين 2015-2019. المتسابقون في النسخة الخامسة من سباق رالي أفريقيا يدخلون الأراضي الموريتانية ويشيدون بجو الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا. إلى اللقاء.